جيش الثورة، جيش الذي صنع الثورة في السودان وبدأ من دارفور وفي هذه اللحظات السعيدة. وأنا أشكركم جيدا، ولكني أريد أن أقدم قادة والأبطال جيش تحرير لمخاطبة جيش تحرير السودان، ومن ثم نختم بوداعكم، ونتمنى النجاح ونتمنى النجاح ونتمنى السلام. إبراهيم بهلول، دقيقة واحدة لمخاطبة جيش تحرير السودان. والله أنا اليوم مسرور جدا، أنا ما نقدر نقول حاجة. أول حاجة السلام عليكم يا جماعة. أنا أولا أقدم الشكر لكل الأبطال لحركة جيش تحرير السودان. يا جماعة حركة تحرير، يا جماعة أي زول عارف، المؤتمر الوطني عارف أن حركة تحرير عنده أبطال. بعد الان انا هذا كتاب اشاور الشايب يا جماعه، ده حاجه قوي جديد. يا سلام، من حركه التحرير ان يثبتوا صمود عالي جديد جدا. يا سلام، عالي جديد جدا. يا سلام، يضربوا ديات الاخ جمعه مندي عيسى. بعد العمليات النجاح بتاعكم حتى ما بدأنا نعكس على الآن، ما نقدر نقول أي كلام. المؤتمر الوطني وإن شاء الله بعد ذلك أشوفوها التنوير. سيد الرئيس والقادة لجيش حركة تحرير السودان، وإن شاء الله ناصرين وناصرين، والسلام عليكم. الفرصة القادمة يا أخوان جيش تحرير السودان، أبطال تحرير السودان، الأخ العميد آدم يونس فليتفضل. خرطوم جوا، كل القوة خرطوم جوا، يا رجال انا بقول لكم الوقت ده وقت الدانة، وقت الصوت الدانة، وقت الرصاص، وقت القوة. ان شاء الله كلامنا بعد البيان الاول المصدر بانتصارنا وتحقيق الانتصار على حكومة المؤتمر الوطني، حكومة الإبادة الجماعية ان شاء الله. خرطوم جوا، الفرصة القادمة للأخ العقيد فضل حسين عبد الله سكو. زي ما قال إخواني الضباط الكبار، أفتكر ما في مجال للحديث ولا مجال للتنوير، بل إنما التنوير هو بعد النجاح الذي نتمناها إن شاء الله. الشهداء قدموا هذه الحماس وقدموا هذه القوة التي نبذلها لحين ما نحقق الهدف فيما أمرنا إن شاء الله. الفرصة القادمة للعلاقة العقيد خاطر نانو نهار. أيها الإخوة المناضلين، فهذا المحل هذا النقطة انطلاق إلى العمليات. للعلمكم أيها الإخوة، إن جنجوي للإشاء شعور بعد الساعة.
كلمة للإخوة مربوطين رابطة مباشرة للقيادات وللعساكر تحرير السودان، هم قيادات وقادة لكتيبتين الآن تتحرك إلى العمليات. الكتيبة الرابعة قائد أري رجب محمد داوود رجب جو. الجسور لكتيبة الثالثة الأخ منصور يحيى. وين يا أخونا؟ أجل للتنمية، أجل للوحدة يا جماعة، يا جيش، نحن لا نتحدث، بل إنما يتحدث الدانات يا جماعة. للشباب وللثوار الأحرار الأبطال في الميدان ننهو إن شاء الله ننصر وننتظر بعدك نتكلم. باقي فرصتين يا أخوان، الباقي فرصتين، الفرصة الأولى أو فرصة قبل الأخيرة للأخ محمد عبد الله مرسال أمين إعلام لجيش تحرير السودان وحركة تحرير السودان. أين هو؟ أين هو؟ خرطوم جوا.